مثل ما عم نشوف اليوم استقبال كتير من أهالي عمودة لحديقة إنانا، والحمد لله أجواء الأعياد كتير منيحة، والعالم عم تطلع الحدائق لتتنفس وتشوف أجواء العيد وفرحة الأطفال ما تنوصف، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، ونحن بمدينة عمودة بنقول لكم انه هالعيد السعيد مبارك عليكم، وهي مدينة الحب مدينة عمودة، ونحن فرحانين بهالعيد، جايبين اولادنا وجايين نفرح اجواء العيد هون ما في اجمل منها، بساطة جدا وعايشين باحلى عيشة، ومتمنى كل العالم تجي تزور عمودة وتتفرج على عمودة ما احلاها.